بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذة أريج المعتوق من الكفاءات التي تفتخر بها الأمانة العامة في المجلس، هي شخصية متعاونة ومتفانية ومبدعة في المجال الإعلامي، حيث تقدمت بمقترحات وبرامج استهدفت نشر الثقافة البرلمانية بين كافة شرائح المجتمع، وأثمر ذلك على أن يتبوأ الإعلام البرلماني الإلكتروني لمجلس النواب مراكز متقدمة على المستوى العربي. اسمي أريج معتوق، أعمل في مجلس النواب منذ عام 2008. عندي بكالوريوس إعلام من جامعة الكويت وماجستير إعلام علاقات عامة من الجامعة الأهلية. خبرتي كلها في المجال الإعلامي. ابتديت في مجلس النواب لما تعينت كمشرف إعلام في إدارة الاتصال إلى عام 2008 إلى 2014. بعدها انتقلت إلى وحدة الإعلام الإلكتروني منذ عام 2014 حتى الوقت الحالي، وأتشرف أن أكون مؤسسة هذه الوحدة وأن أكون مشرفتها منذ التأسيس، وهذه ثقة أعتز فيها من الإدارة العليا، لأن مثل ما تعرفون أن الإعلام الإلكتروني هو أخطر سلاح إعلامي في الوقت الحالي. وفخورة أن رسالتي الماجستير كانت عن الصورة الذهنية لمجلس النواب لدى الجمهور، وهذه يمكن كانت من أوائل الرسائل من هذا النوع اللي تقيس فيه الصورة الذهنية للمجلس لدى الجمهور. اخترت هذا الموضوع لأني وجدت بحكم عملي هنا في المجلس ما في دراسات تخصصية برلمانية إعلامية تقيس الجمهور، تقيس رأي الناس في المجلس، فحبيت أن تكون دراستي شيء مفيد للمجلس وإضافة جديدة للمكتبة البرلمانية أتكلم فيها، أقص فيها الصورة الذهنية للمجلس لدى الجمهور. أيضاً حصلت على العديد من الشهادات التخصصية في المجال الإعلامي والإعلام البرلماني، بعضها من داخل البحرين وبعضها من خارج البحرين، وفي شهادات منها متقدمة في مجال إدارة المحتوى الإلكتروني. طبيعة عملي كمشرف وحدة الإعلام الإلكتروني، الوحدة هي اختصاصها إدارة المحتوى الإلكتروني للمجلس وحسابات المجلس، يعني حسابات المجلس في إنستغرام، في تويتر، في سناب، في يوتيوب، في الفيسبوك، وأيضا إدارة المحتوى الإلكتروني في موقع مجلس النواب، كلها من اختصاصات الوحدة. فكرة تأسيس وحدة الإعلام الإلكتروني فكرة كانت جديدة في ذاك الوقت أول ما بدينا، لأن إحنا كنا من يعني أوائل المؤسسات الرسمية اللي فكرت في هذه الفكرة، ولأنها كانت جديدة ولأن إحنا مؤسسة رسمية بطابع رسمي وقانوني احتجت وقت كثير، واحتجنا إحنا في الإدارة وقت كبير إن إحنا نقنع الإدارة العليا إن إحنا ندش في هذا المجال. كانت مواقع التواصل منتشرة بشكل كبير، وهي يعني أسهل طريقة للوصول إلى الجمهور وللشباب وللمواطنين، لأن الكل كان عنده تلفون من الهواتف هذه الذكية ويستخدم التلفون، يعني أقرب وسيلة ممكن نوصل فيها. جربنا الإذاعة، جربنا التلفزيون، جربنا الصحافة، ليش ما نجرب هذه المنصة الجديدة ونوصل فيها للجمهور؟ إحنا كان هدفنا أن إحنا نوصل للجمهور بكل الطرق الممكنة، والحمد لله بعد فترة اقتنعت الإدارة العليا، فتحنا حساب فيسبوك، بعدها تويتر، بعدها انستغرام، وما نوقف، احنا يعني نحاول نروح للجديد دائما عشان نوصل لهذا الجمهور، والحمد لله تجربتنا كانت تجربة رائدة وناجحة، وفي وقت قصير وبجهد كبير قدرنا ان احنا نوصل يعني اكثر الحسابات الرسمية متابعة في البحرين، ومن اكثر التجارب الإعلامية البرلمانية الناجحة على مستوى حتى الخليج والوطن العربي اللي اشارت فيه الكثير من البرلمانات الخليجية والعربية والدولية. وكان لي الشرف ايضا ان انا اعرض تجربتنا في مواقع التواصل في دول عربية منها دبي، شاركنا في المنتدى العربي الدولي وشاركت فيه، اتشرفنا انا شاركت فيه كمتحدث، نقلت فيه تجربتنا في الإعلام البرلماني لهذا المنتدى الكبير العالمي. اني حق اهم جانب اللي هو البرلمان ومواقع التواصل الاجتماعي، يمكن هي ازر شيء منتشر الحين واهم وسائل إعلامية. طبعا مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت بشكل كبير، واصبح من الضروري ان تستغلها جميع المؤسسات سواء كانت رسميه او غير رسميه. والحمد لله ان العرض اللي قدمناه لاقى استحسان المشاركين والموجودين واستحسان خاص من ممثلي الاتحاد البرلماني الدولي.
احنا نحاول في وحدة الإعلام الإلكتروني نواكب كل جديد في هذا العالم الافتراضي. لما استوى انستغرام طلع انستغرام وصار هبة، احنا فتحنا حساب ايضا في انستغرام، طلع سناب فتحنا حساب في سناب. في ناس استغربت، في مؤسسات رسمية كلمتنا مجلس النواب بفتح حساب في سناب. يعني طبيعة كانت سناب استعمال شخصي، بس هو كان يعني اشتهر كثير فترة قياسية، ليش ما نستخدم هذه المنصة؟ فأنا رديت عليهم قلت لهم إيه نفتح حساب سناب، شلون تستخدمينه؟ أصور اللجان. طيب اللجان سرية، راح أخليه ميوت مع فيديو، راح أحط صور اجتماع اللجنة التشريعية، اجتماع اللجنة المالية، يوم الجلسة، ليش ما نحط تغطية من الجلسة حق سناب؟ نصور فيها مقابلات قصيرة مع النواب، مع الوفود، مع المشاركين في سناب. اليوم حساب سناب، حساب مجلس النواب في سناب، المتابعين فيه والتفاعل فيه نفس التفاعل في انستغرام وفي تويتر. وطبعا احنا نحاول في إدارة المحتوى الإلكتروني نستغل كل منصة إعلامية بخصائصها. يعني مثلا في سناب شات مسموح لنا فقط 10 ثواني فيديو، راح نعرض مادة مختصرة في العشر ثواني. انستغرام مسموح لنا فيديو دقيقة، والحين صار 10 دقائق لأنه تقدر تخلي 10 صور مع بعض. نستغل هذه الخاصية. الخاصية الجديدة في انستغرام IGTV، فتحنا على طول بنفس اليوم IGTV حق مجلس النواب، اللي هو قناة تسمح بفيديو مطول لعشر دقائق. فيه فيسبوك يسمح بعرض ألبومات، راح نعرض فيه ألبومات. تويتر إن تستخدم فيه الكلام أزيد الناس. فإحنا نستخدم كل منصة إعلامية بخصائصها ونوظف المحتوى اللي نبيه حسب خصائص هذه المنصات. أيضا رافقت العديد من الوفود البرلمانية ووفود الشعب البرلمانية في مختلف دول العالم في مشاركاتهم البرلمانية للتغطية الإعلامية ولإبراز هذه التغطية ولتعزيز الدبلوماسية البرلمانية. مهامي أيضا في وحدة الإعلام الإلكتروني الإشراف على المحتوى الإلكتروني وعلى إنتاج الفيديو اللي ننشره في موقع التواصل في إنستغرام وغيره. أيضا بادرت بفكرة اسمها حصاد الأسبوع، هذا تقرير أسبوعي نعده لكل أسبوع، نرصد فيه جميع فعاليات المجلس والأمانة العامة خلال الأسبوع. أقوم بإعداد النص واختصار الفعاليات والتعليق الصوتي، وندمج فيه صور ومقاطع فيديو ننشره على يوتيوب كل أسبوع. هذا الملخص نفسه نسوي منه تقرير مصغر ما يتجاوز دقيقة للنشر على إنستغرام. طبعا هاي الفعالية هي من أولى الفعاليات اللي تقوم بها الأمانة العامة، وهي تزامنا مع افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث. نعم. وهي عبارة عن حملة إعلامية توعية للجمهور الكريم بدور المجلس النواب ودور الأمانة العامة. نعم. وفيها العديد من الفعاليات مثل مقابلات مع النواب والجمهور الكريم، فيها بث تلفزيوني وركن مخصص للأطفال. جميل. وفي شخصيات برلمانية للأطفال، اللي هي شخصية البرلمان الصغير صالح وأخت أمل موجودين، يعني ممكن يصورون معهم الأطفال ويتعرفون عليها. من أبرز مبادراتي في مجال الإعلام البرلماني، إحنا مثل ما تعرفون يونا زوار كثير من طلاب المدارس، في منهم من فئة الحضانة وفئة الابتدائي، يمكن هذه المعلومات البرلمانية والتشريعية تكون صعبة عليهم. فلاحظنا لما نعرض لهم العرض المخصص للأطفال ما يكون يناسب سنهم أو ما يجذبهم، ما يندمجون مع المعلومات الموجودة. فكرت في فكرتين. فكرت أول شيء إن إحنا ندخل شخصيات برلمانية للأطفال عشان يعني تقرب لهم صورة المجلس. فقلنا من الصعب يعني يتابعون أكاونت المجلس الرئيسي اللي فيه أخبار سياسية ما تهم الأطفال، فقلنا ليش ما نسوي لهم إنستغرام خاص فيهم نعرض فيه صورهم لما يجون، صور المدارس، ويصير تفاعل، يعني يستأنسون يشوفون صورهم. وهذه الشخصية نوظفها في كذا شيء، في كل في كل شيء خاص بالأطفال. فمن هاي المنطلق إحنا كلمنا رسام كاريكاتير، شرحنا له الفكرة وقلنا أنا بيك تسوي لنا شخصيتين برلمانية حق الولد وحق البنت. من هاي المنطلق طلعت شخصية صالح البرلماني الصغير وأمل البرلمانية الصغيرة، وكانت شخصية 3D وظفناها في كثير من الفعاليات الخاصة بالأطفال. سوينا منها دمى كبيرة يلبسونها أشخاص نشارك فيها في معارض، في أي فعالية فيها أطفال نجيبهم هنا لما يزورون الأطفال. حطيناهم في مطبوعاتنا خاصة بالطفل، سويت كثير من المطبوعات والقصص والسيناريو يتكلمون فيها صالح وأمل، فيها عبرة في النهاية نوصلها لها خاص بالمجلس وعمل المجلس ومهامه. ايضا فكرت ليش ما هذه الشخصيتين نحولها الى شخصيات ثلاثيه الابعاد 3D ونخليها في فيلم. ومن هاي المنطلق طلعت فكره فيلم مخصص للاطفال
يتكلمون في هذه الشخصيتين، يزورون في المجلس هني ويعرفون الأطفال عن المجلس. هذا الفيلم لاقى رواج كبير، عرضناه في سينما، عرضناه في يوتيوب، في التلفزيون، وهو الحين الفيلم الرسمي اللي نعرضه هني حق الأطفال المنيون. وهذا الفيلم كان فقط البداية، هو فيلم تعريفي كبير. بعد راح تجي أفلام أخرى مخصصة أصغر نختص فيها بمواضيع تكون أصغر بعد، يعني نشرح للأطفال ما هو السؤال البرلماني في فيلم قصير صالح وأمل يطلعون فيه، فيلم ثاني ما هو الاقتراح برغبة، وهكذا. المبادرات أيضا اللي أفتخر فيها هو المبادرة بفكرة وإعداد ومحتوى تطبيق الهاتف لمجلس النواب، تطبيق الرسمي. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أود أن أهني الأخة أريج معتوق، أحد الكفاءات الكبيرة في الأمانة العامة لمجلس النواب، على نيلها الجائزة الذهبية والأولى في التطبيقات الأبليكيشن عن المجالس البرلمانية العربية. أعتقد بأن هذه الجائزة هي إنجاز غير مسبوق للبرلمان البحريني. الأخت أريج يعني تشرفت بأن تكون ضمن فريق العمل معي في البحرين وكذلك خارج البحرين. أود أن أشيد بها وبكفاءتها العالية وإنجازها الكبير وصراحة تفانيها في العمل. أعتقد بأنها يعني من الكفاءات المتميزة، أتمنى لها التوفيق في مجلس النواب، وإن شاء الله من هذه الجائزة إلى جوائز أعلى وأفضل. التطبيق هذا فيه خصائص عديدة، أشرفت أنا على إعداده ومحتوى، اخترنا فيه شركة إن هي تنفذه، وهذا التطبيق حاز على الجائزة الذهبية في مجال الإعلام البرلماني على مستوى الوطن العربي. من مميزات هذا التطبيق أنك تقدر عن طريق الهاتف أنك تطالع الجلسة وتتابعها مباشرة من أي موقع كنت ومن أي دولة كنت وفي أي وقت وزمان. أيضا ممكن تطلع على أحدث الأخبار وتشارك بها في الواتساب وإنستغرام وتويتر وغيرها. عن طريق هذا التطبيق أيضا تتعرف على النواب وعلى دوائرهم وعلى وسائل الاتصال وعلى حساباتهم في مواقع التواصل. في أيضا هذا التطبيق مكتبة برلمانية تقدر تفتح فيها الكتب بطريقة PDF وتسويها شير وتشاركها مع أي تطبيق آخر. وطبعا هذا التطبيق متجدد على طول، ونضيف فيه مميزات على طول، راح يكون أفضل من هذا المستوى وبنجدد فيه مميزات جديدة. متى أجريت الجولة الأولى من أول انتخابات نيابية في مملكة البحرين؟ طبعاً آخر المبادرات اللي قمت فيها في مجال الإعلام الإلكتروني هي طرح تطبيقات جديدة عبارة عن مسابقات تثقيفية برلمانية لفئة الأطفال ولفئة الشباب. صالح وأمل أيضا استغليناهم واستثمرناهم في هذه اللعبة اللي هي لعبة البرلماني الصغير، عبارة عن مسابقة تثقيفية بمستوى مبسط للأطفال، يقدر فيها الطفل يختار يكون صالح أو يكون أمل. طبعا إذا بنت راح تختار أمل، وإذا ولد راح يختار صالح، ويلعب فيها أسئلة برلمانية خفيفة، كل ما يجاوب صح راح يرتفع لما يوصل إلى مبنى مجلس النواب. التطبيق الآخر هو تطبيق مخصص للفئة الأكبر للشباب وللمواطنين، اختبار المعلومات البرلمانية، هو على غرار برنامج أو المسابقات الشهير من سيربح المليون، سويناه من سيربح الكرسي البرلماني. كل ما يجاوب صح راح يكون المستوى أعلى والأسئلة أصعب لما يوصل إلى كرسي البرلمان. فكنا طبعا في هذه الفكرة عشان ننشر فيها الوعي البرلماني والثقافة التشريعية بطريقة تفاعلية وبأسلوب محبب للأطفال وللكبار. طبعا انا عضوه في لجنه تطوير الموقع السابق والحالي، واشرف واشارك في المحتوى الالكتروني لهذا الموقع. طبعا انا ايضا عضوه في لجنه تكافؤ الفرص بالامانه العامه لمجلس النواب اللي راسها سعاده الامين العام المساعد ياسر الشيراوي. هدف هذه اللجنه هو التاكد من تحقيق تكافؤ الفرص بين المراه والرجل في الامانه العامه وادماج احتياجات المراه في التنميه.
تأتي هذه اللجنة تنفيذا لتوجيهات صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. موظفة مثابرة مجدة لا تضيع وقتها في إلا في العمل وبكل ما هو جديد، مثابرة مطلعة على مستجدات عملها الإعلامي. طبعا هي الآن في مجال الإعلام الإلكتروني أو السوشيال ميديا أضافت الكثير لهذا المجال بما يخدم أداء الأمانة العامة والارتقاء بأداء الأمانة العامة بشكل عام، فأدخلت عدد من التطبيقات الإلكترونية، ألعاب إلكترونية، برامج مختلفة، الفيديوهات، تسجيلات، مقابلات. طبعا هذا كله يصب في أداء في الارتقاء بأداء الأمانة العامة في الناحية في ناحية العمل الإعلامي وخصوصا في الإعلام الإلكتروني. يعني مجمل الكلام عن الزميلة أريج، أنا أعتبرها أنها طاقة إعلامية بحد ذاتها وقيمة مضافة للعمل الإعلامي بشكل عام في إدارة الاتصال والأمانة العامة للجسد. نتمنى لها كل التوفيق والنجاح. طبعا شعور جميل لما انت تقدم بمبادرة تلقى قبول واستحسان وموافقة من الإدارة العليا وتشوفها بعدين مترجمة إلى أرض الواقع وتشوف استحسان الفئة اللي انت مخصصها لها.